دكتور ان شاء الله هذا فيرست كويشن والانسر ان شاء الله. الذي يتقي الله يجعل له اكزيت. اخواننا الكرام، احد فلاسفة بريطانيا مستر جيب يقول: انا لا اصدق ان يستطيع العالم الاسلامي اللحاق بالغرب على الاقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني دقيق مؤمن اشد الايمان ان العالم كله سيركع امام اقدام المسلمين. الله اكبر. لا لانهم اقوياء، ولكن لان خلاص العالم بالاسلام. الاتحاد السوفيتي قبل ان ينهار حرم الخمر، تعلمون ذلك؟ تحريم قطعي وفي غرامه كبيره جدا. الذي يحصل ان هذه الامه لا تموت لكنها تنام، والذي يعمل في الظلام ينتصر على النائم في ضوء الشمس. فديننا قويم وعظيم، ونحن عند الله خير أمة، لكن بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا أيها الإخوة، يعني النبي الكريم في طريق الهجرة تبعه سراقة ليقتله ويأخذ 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست ثوار كسرى؟ سأصل وسأنتصر وسأنشئ دولة وجيش وسأحارب أكبر دولة بالعالم، وتأتي الغنائم ولك ثوار كسرى. هذا الأمل عند الله عز وجل. ما بسمح، ما بتمنى واحد يقول انتهينا، ما انتهينا. نحن مستقبل كبير لنا، لأنه هذا الإسلام دين عظيم، دين الدين الخاتم، وهذا الدين الخاتم في منهج كامل. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على من عادانا، وأن يحقن دماء المسلمين فيما بيننا. آمين. إن شاء الله أقرأ عليك السؤال وأعطيك شيء إن شاء الله. الأخوات، ثلاث أسئلة من الأخوات. السؤال الأول، أخت بتسأل: هل ممكن تكمل لنا قصة الرجل اللي عاش 20 سنة قصة أبي أمية؟ فإن شاء الله هي تعيش زوجها 20 سنة من غير مشاكل إن شاء الله. يعني صعب يكون في تفاهم زوجي. النبي الكريم بيقول: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. إخواننا الكرام، ومن آياته خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار. دقق الآن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. العطف يقتضي التماسك. مين بيقول اشترى مزرعة وملعقة؟ ما في مزرعة وبيت، بيت وسيارة. لذلك: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. بالمناسبة، المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، مكرمة كما هو مكرف مكرم، مسؤولة كما هي مسؤولة. لكن لما قال: وليس الذكر كالأنثى، قرآن. فالجواب: إن خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، وأن خصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. إذا الزوجان متكاملان. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون البيوت جنات، والله المؤمن في بيته في جنة. يعني
للمناسبة يعني. الزوج إذا دخل للبيت صار بيت فيه جنة، لكن أحيانا إذا كان خرج بصير جنة. فأنت انتبه لنفسك، الجنة بدخولك أم بخروجك؟ السؤال: ما هو قول فضيلتكم في تفسير الآية من سورة الفاتحة لأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى من أهل الكتاب، وكيف نشرح لمن هم من غير المسلمين؟ أنا والله هذه الآية ما شرحتها بحياتي بهذه الطريقة. نعم، المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وانحرفوا، والضالون ما عرفوا وانحرفوا، بس ولا مشكلة إن شاء الله. عرفوا وانحرفوا مغضوب عليهم، الضالون ما عرفوا وانحرفوا. ذكرت والله مرة واحد يعني مع سفير دولة عظمى قال له هالآية دي، عمل مشكلة كبيرة كتير. ذكرت محور مهم وهو الحرص على الأبناء، بماذا تنصحنا في عدة نقاط مختصرة وجزاكم الله خيرا؟ القدوة قبل الدعوة. أب ما تكلم بكلمة لا تليق أمام أولاده ولا بغير ولا وحده، وثيابه كاملة. ما دام الأب والأم مستقيمان، لو لم يتكلموا بكلمة، العلماء قالوا القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروع. واملأ قلب من تربيه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانه. الإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة، والأصول قبل الفروع، والتربية للتعرية. والإنسان عقل يدرك وقلب يحب، جسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا غذيت عقلك بالعلم وقلبك بالحب وجسمك بالطعام والشراب تفوقت، فإذا اكتفيت بواحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتفوق. الله يبارك. ما حكم تأخير زكاة المال؟ والله أنا اللي بعرفه يعني، أنا حلكم بس نصيحة. أنت جاء رمضان أو جاء شوال ما بهم، أو واحد مثل ما بدك، دفعت زكاة مالك كاملة وانتهى الأمر. بتمنى على أخواننا يفتح بدفاتر حساباته حساب زكاة العام القادم. هلأ يأتي إنسان يحتاج لعملية جراحية، قضية مدروسة واضحة جاهزة مع دليلة، قرايبه بيدفعها من حساب زكاة العام القادم. بتجي حالات واضحة لا تحتاج لتحقيق ولا لسؤال ولا لبحث ولا لدرس، بيدفع مضى العام بكامله، دافع 8000 عليه 10000 دفع 2000. أنا أتمنى يفتح كل أخ، لأنه شو بصير دفع 10000 بيوم واحد ما حتكون ناجح بتوزيعه، في أخطاء كثيرة وفي مدلسين كثر، في واحد عنده إمكانية يوهمك بشيء غير صحيح. أما أنت خلال عام بكامله كل ما أجاك قريب شاب طالب علم بحاجة حالته واضحة مدروسة مع الأدلة تدفع له، افتح بحساباتك حساب الزكاة للعام القادم. مضى سنة دافع 8000 عليك 10000، هي موضوع الزكاة. الله يبارك فيك. سؤال: ما حكم الإقامة في هذه البلاد مع العلم أني موجود هنا للعمل وليس للدعوة إلى الله؟ أنا بهمني ما حكم تربية الأولاد، إذا أمكنك أن تربيهم تربية صحيحة no problem. وإذا ما قدرت big problem. الله يبارك فيك يا رب. سؤال: ما هو قول فضيلتكم في غلاء المهور الفاحش في الجالية العربية في أمريكا؟ بدنا التمويل تتدخل. أعظم النساء بركة أقلهن مهر.
أعظم النساء بركة أقلهن مردة ترتقي عند الله. سؤال: ما هو رأيكم في المدينة الفاضلة حيث يتم فيها رعاية الأيتام وتحفيظ القرآن وبناء مجتمع مسلم نموذجي يكون مثالا يحتذى يتم استنساخه بأنحاء أخرى من العالم؟ وين هي المدينة؟ أخت ما أعرفش الأخت ولا أخ اللي سأل هذا السؤال، بس نتمنى نتمنى. الله يرضى. هذه الأسئلة اللي وصلت إلى الآن جزاكم الله خيرا، ولا نريد أن نثقل على شيخنا أكثر من ذلك، ولكن يعني في حاجه قبل ما نختم بدعاء منه بس ان شاء الله. ان شاء الله اخواننا، بس نذكركم ان الشيخ غدا سيكون في اورنج كاونتي في بطاقات للحفل مع اخونا سمير الجسري وعادل، بارك الله فيكم. هو موجود على طاوله رحمه هنا، من اراد انه يستفسر عن هذا الاجتماع غدا في اورنج كاونتي ان شاء الله، معلومات مع اخونا سمير الجسري أبو عادل الله يبارك فيك. أنا ما بتخاف شيء إطلاقاً. نعم. يظن من موضوع العلاقة فيه. لا لا، هذه البطاقات أنا لوجه الله والله. نعم، شيخنا يعمل إن شاء الله ويسعى في سبيل الدعوة إلى الله، وليس له أي شيء إلا الثواب من الله والدعاء منكم إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى يتقبل من هذا الجهد ويبارك في صحته وفي صحة أهله ويجزيه عنا خير الجزاء. هذه البطاقات فقط لتغطية تكاليف إيجار الصالة والضيافة وهذه الأشياء. الله يجزيكم خير، ونختم مع الدعاء. مرة في أستراليا استأجروا أكبر صالة في سيدني، ألقيت محاضرة، جاء صاحب الصالة دفع لمن استأجروها $200 يعني حسن للسعر. قال له شو السبب؟ قال له هذا الشيخ ما سلم لنا. إن شاء الله بإذن الله يعني فرصة طيبة أن يدعو لنا أخونا الأكبر الدكتور محمد راتب النابلسي، وأن نؤمن على الدعاء وأن يتضمن الدعاء أيضا الدعاء لإخواننا المقهورين المظلومين إن شاء الله. والله يحب أن نؤمن على دعائك إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. ونتذكر إخواننا، ويريد يعني ننصت وقت الدعاء لأنه هو طلب ورجاء من الله، فعاوز يعني القلب يكون خاشع والبدن خاشع ومتدللين بين يدي الله تبارك وتعالى. عسى الله أن يتقبل الدعاء وهو بسم الختام إن شاء الله. اللهم أصلح لنا ديننا آمين. الذي هو عصمة أمرنا آمين. وأصلح لنا دنيانا آمين. التي فيها معاشنا آمين. وأصلح لنا آخرتنا آمين. التي إليها مردنا آمين. واجعل الحياة زادا لنا من كل خير آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك آمين. وبطاعتك عن معصيتك، بفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لكم في صحتكم وأموالكم وأهلكم وأولادكم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم في الشام، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. في الختام نشكر أستاذنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم أجره وأن يجعل هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.